صلاة الجماعة واجبة، وقد بينا فيما مضى الأدلة الكثيرة على وجوبها، ومما يدل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحرب صلى بأصحابه جماعة. وهذه الصلاة وهي صلاة الجماعة جعل الشرع لها أعذاراً في التخلف عنها، وكون الشرع يجعل أعذاراً للتخلف عن صلاة الجماعة يدل ذلك على أن المتعين وأن الأصل أن تحضر صلاة الجماعة وأن لا يتخلف عنها. ونذكر في هذا اليوم بعضاً من هذه الأعذار. ومن الأعذار أن يدافع الأخبثين البول والغائط، أو أنه يدافع أحدهما، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وذلك لأن الإنسان إذا كان يدافع الأخبثين فإن قلبه يكون مشغولا، ومن ثم فإنه لا يحضر قلبه ولا يخشع في صلاته. وكذلك الشأن فيما يتعلق بحضور الطعام الذي تتوق نفسه إليه، فإنه لو صلى فإنه في مثل هذه الحال سينشغل قلبه. وليعلم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يشمل حتى النفل. لو أراد الإنسان أن يتنفل وكان يدافع الأخبثين، أو أن هناك طعاما تتوق نفسه إليه، فالحكم هو هو، يشمل النفل ويشمل الفرض.